السلام عليكم مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم إلى هذا الموجز الرياضي نقدمه لكم من قناتكم الإلكترونية شوف تيفي. والبداية، كشف الناخب الوطني إغفي غونار اليوم الأربعاء عن اللائحة الأولية للأسود للمواجهة المزدوجة أمام منتخب الرأس الأخضر ذهابا يوم السبت 26 من مارس بمدينة برايا، وإيابا يوم الثلاثاء 29 من نفس الشهر بمدينة مراكش، برسم الجولتين الثالثة والرابعة عن المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2017 بالغابون. ويتعلق الأمر بكل من وليد الكرتي لاعب الوداد البيضاوي، ومحمد الحاج لاعب الرجاء البيضاوي، وعبد الغني معاوية لاعب اتحاد طنجة، وبديع أوك لاعب حسنية أكادير، وأيضا مراد باتنا لاعب الفتح الرباطي، وأخيرا حارس النهضة البركانية عبد العالي المحمدي. رياضيا دائما، وفي أخبار مباريات البطولة الوطنية، انتهت المقابلة اليوم الأربعاء التي جمعت بين فريق المغرب الفاسي والكوكب المراكشي برسم مؤجل الدورة 18 من الدوري الاحترافي اتصالات المغرب لكرة القدم بالتعادل هدف لمثله. فريق الكوكب المراكشي استغل عامل الأرض وتمكن من تسجيل هدف في الدقيقة 48 عن طريق اللاعب إسماعيل كوشام، فيما عادل الكفة فريق المغرب الفاسي في الدقيقة 77 عن طريق اللاعب أشرف بن شرقي. وبهذا التعادل تمكن الفريقين من التساوي ب 19 نقطة لكليهما في المركز ما قبل الأخير. رياضيا دائما، تناقلت العديد من المصادر المتطابقة أن قمة الدورة 20 بين فريق رجاء البيضاوي والمغرب الفاسي تم تأجيلها إلى يوم 27 مارس الجاري بدل 13 من نفس الشهر، حيث كان مقررا إجراؤها بسبب دواعي أمنية. وفي اتصال له مع شوف تيفي، نفى محمد الناصري الناطق الرسمي لفريق رجاء البيضاوي توصل إدارة الفريق بأي بلاغ رسمي يفيد بتأجيل المباراة. دائما في أخبار الرياضة، عبر اللاعب الغابوني مالك إيفونا عن رغبته في مغادرة فريقه الحالي نادي الأهلي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة بعد أن وجد صعوبة في التأقلم داخل أعرق نادي في القارة السمراء. وحسب مجموعة من التقارير الصحفية المصرية، فإن إيفونا نادم على الانتقال إلى الدوري المصري ويرغب في العودة إلى الدوري المغربي، وبالتحديد إلى فريقه السابق الوداد البيضاوي. وتجدر الإشارة إلى أن مالك إيفونا تربع على عرش هدافي البطولة المغربية في الموسم الماضي، وكان من أبرز الأسماء التي مكنت الوداد من حصد البطولة رقم 18 في تاريخه. وأخيرا أوروبيا، أعلن نادي سندرلاند الإنجليزي اليوم الأربعاء عن تعاقده مع ظهير أرسنال السابق إيمانويل إيبوي من أجل الدفاع عن ألوان الفريق بالفترة المقبلة. وانضم اللاعب الدولي الإيفواري السابق البالغ من العمر 32 عاما إلى صفوف فريق القطط السوداء في صفقة انتقال حر، وجاء توقيع إيبوي لسندرلاند بعد أن خضع لفترة تجريبية ناجحة في تدريبات الفريق على مدى الأسابيع الماضية بهدف الحكم على مستواه الفني. بهذا مشاهدين الأفاضل أتينا لنهاية الموجز الرياضي، موعدي يتجدد بكم في موجز رياضي آخر دائما على شوف تيفي. إلى اللقاء.